يلا يلا تعالي قمعي معايا البن واعمليها حلو. حطش. لا اعمليها مثلث عشان ده بيفرق في الطعم. السلام عليكم. وعليكم سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا وداد؟ الحمد لله يا خالي. بتقمعي بامية في الجنينة؟ بدي برضو أخلاق كومباوند. والله لو عايز تتكلم على أخلاق الكومباوند الأولى بقى تقول جاردن مش جنينة. الله الله على العلم والتطور. بامية اغص. مالها يا اخويا البامية؟ تصدق ان انا غلطانة ان انا كنت هعزمك عليها اصلا؟ يلا روح على الكومباوند بتاعك، انت مالكش قاعدة معانا. شوف شوف الانفتاح والادب والعلم. انفتاح؟ ثم ايه العباية اللي انت لابساها دي؟ بتفكريني بروجينا في البرنس. مالها يا عمري؟ دي صباح كاجينا، اش فاهمك انت في الستايل؟ لا صحيح ستايل. الله يرحم. الله يرحم ايه يا اخويا؟ لا قول، انا عايز اعرف. لو سمحتوا وطوا صوتكم، حنا ساكنين في كومباوند، فهمتوا؟ يا اشجان هانم، اباخذ لي شاور، وبعد الشاور انا في الجاكوزي، يا ريت تقول لي ايس تي بعد اللانش. لانش؟ والله ما ليكم في العيشه دي. استني ما نشوف يا ترى وزير اللي بيكلمني. باشا عنايا الاتنين ليك يا فندم. حاضر، مع الف سلامة. ايش فيك؟ ده بسام عايزنا نروح له ضروري، الظاهر في حاجة مهمة. طب والجاكوزي؟ لا الجاكوزي بلا بتاع، انت صدقت؟ صدقني هالموتر هذا اطلق لك من اللي برا مليون مرة وسعره مناسب. هالموتر ما بيه، ادي سيارة برا خاطري فيها، في مجال السعر اللي عليها ينزل. هالموتر اللي برا ما اقدر انزل لك فيه ريال. مرة مرة ما في مجال. مرة مشكور ما قصر. الله يحفظك يا هلا.